بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي اخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتي. دائما في تبعا لسلسلة حلويات العيد 2018. اليوم ان شاء الله غادي نديرو حلوى ماشي جديدة، مي انا بغيت نديرها ونشارك معكم الوصفه تاعها، واللي هي عش البلبل. عش البلبل كما نعرفو باللي لاباط تاعها هي عجينه عاديه جدا، كما عجينه البقلاوه، كما عجينه الديريات. هي عجينه عاديه جدا، ومن الفوق تجي فارسي، ومن الفوق تجي بالقطايف. بغيت نشارك معكم الوصفه بما انه كان باقي لي القطايف في الثلاجه، وقلت نديرهم لماذا. هي وصفة بنينة وهيلة بزاف، وبغيت نشارككم بها إن شاء الله. هذه هي، نحتاج في المكونات نتاعها 3 كيلات معمرين تاع فارينة ورشة ملح، ونحتاج معهم أيضا كيلة مشي معمرة تاع زبدة ذايبة. أنا نستخدم لابيل دائما، ونحتاج فانيلا، ونحتاج ما زهر والماء باش نلم العجينه، وعطر المزهر اللي يبغي يديره. مش نمر مباشره طريقه التحضير، عفوا. هكا ندو اناء عميق كما هاك، نحطو فيه هذيك الفرينه مع الملح، نحطو هذيك الفرينه كاع، نديرو حفره في النص، ونحطو هذيك الزبده اللي ذوبناها وخليناها بردت، نحطوها ونبداو نبسو في هذاك الاخر تاعنا. قبل ما نبسوه غادي نحطو الفانيلا وعطر مزهر، نحطوه هكا، هذا عطر تاع مزهر، وعندنا الفانيلا، نحطو قيمة ملعقة كبيرة فانيل، ونخلطو المكونات، نبسوهم وندخلهم مع بعضهم. وحنا نبسو نديرو هكا، نحكو هذيك الفرينه مع الزبده بين كفوفنا باش تدخل مليح في الفرينه. واذا داروا التكتلات، حنا بروحنا غادي نجيبو غربال يكون العينين تاعه كبار شويه، ونعاودو نفوتو هذه الفرينه باش نتخلصو كاع من كاش تكتلات، ونحلوهم في نص هذاك الغربال. هكا حنا دوك انا نحكو فيهم، ومن بعد نفوتوهم في الغربال. وهكا بعد ما بسسنا هذيك الفرينه مع الزبده ورشه الملح وعطر الفانيلا والمزهر، العطر تاع المزهر، نفوتوها في الغربال هذا اللي تجو عينيه شويه كبار. نفوتو هذيك الفرينه تاعنا هكا باش نقلعو منها التكتلات. كي نديرو لها الماء ما ديرناش هذوك الحبيبات في النص، طريقة سهلة جدا هكا. ودوك نبدأ نفوت فيها ونبقى ندير كيما هكا، شوفوا كيفاش يبقاو عندي دوك التكتلات. من بعد كي نحكوهم هنا مع العينين هذوك، العيون تاع الغربال، غادي يهودوا عندنا يتحلوا نورمال. هكا نبقاو حتى نكملوا كاع الكمية. هكا هاي كملت عندي الكمية، شوفوا هنايا كيفاش ولا، شوفوا كيفاش جا هايل. هكا دوكا نبداو نليمو فيه بالماء والمزهر، نجيب الخليط هكا تاع الماء والمزهر، ونبدا نحط غير بالعقل ونلايم، باسكو كاين فرينه اللي تدي اللي تشرب الماء، وكاين اللي ما تشربش. هذه هي ونلايم عجينه، نحط بشويه بشويه حتى نتحصل على عجين ما يكونش طري بزاف وما يكونش يابس بزاف، يكون في النص باش نقدروا نتحكموا فيه. لو كان طروه بزاف من بعد يصعب عليكم التحكم فيه. هكا ونبقى نلايم في العجينه تاعي حتى تكون عندي، قلت لكم العجينه ما تكون يابسه بزاف، قاصحه بزاف، ما تكون طريه. وهاي العجينه اللي تحصلنا عليها، شوفوا ما تجيش طريه بزاف وما تجيش قاصحه بزاف. هنا دوك نشكلها كويرات صغيره ونديرها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح. هي كل ما ريحت تساعدكم بسياسه في الخدمه. انا بالنسبه ليا ما غاديش نحلها بالماشينه تاع التوريق، غادي نحلها غير بيدي وشويه تاع الانشا. هذه هي غادي دوك نديرها كويرات كيما هكا صغار، نكورهم قد ما نحلهم كل عجنه وحدها هكا باش يرتاحوا لي بالخف.
ونخليهم نغطيهم ونخليهم اونطخ طون نروح نوجد الحشوه. بالنسبه للحشو اللي غادي نحشو به العش تاع البلبل نحتاجو 3 كيلات تاع اللوز. انا هنا ما استخدمتش اللوز الحقيقي، استخدمت اللوز اللي درناه بالكاوكاو، كاوكاو اللي خدمناه على ذوقة اللوز، جا رائع بخفته، وشوفوا كيفاش جا هايل بالخفه والذوق تاع اللوز تماما، وكانه لوز ما من رائحه تاعه تشموها، اللي شمها يحسبها لوز. اللي ما شافش كيفاش درت نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. إذن واللي عندها اللوز خير وخير، هذه هي. المهم عندي 3 كيلات بكيلة سكر، ونجمع بالمزهر فقط، نجمع بالمزهر ونسيه، ما نديرهش طالق راسه، نديره شد روحه باش نشكله على شكل حرابيش هكا، على شكل ديبودا. هنا شوفوا ندخل هذاك السكر في وسط الاخر، معاه ندخلهم مع بعض مليح، نمزجهم، ومن بعد نبدا نحط المزهر بالعقل. كاين اللي يدير البيض، انا ما نبغيش ندير البيض، نبغيه هكا يبقى من الداخل طري. ندير فيه ودرت فيه سكر غلاس، ماشي سكر هذاك العادي، سكر كريستاليزي، درت هذا سكر غلاس يجي مليح وما يبقاش عندي هكا محربب في الاخر، من التعسل تاعه هذا يجي ما يجيش معسل بزاف كيما الاخر من الداخل، باسكو دو توت فاسون غادي نزيدو ندخلوه حنا في العسل هذا. نحط هكا شويه تاع المزهر ونبقى ندخل فيه هكا. انا نبغي نخدم بيدي هنا باش نعرف لا تيكستور نتاعه، نبغي القوام تاعه نيشان كيفاش غادي يكون. ندخل بالمزهر بشويه بشويه هكا، ونبقى نضيف حتى نكمل ونوري لكم القوام نيشان كيفاش يلقى يكون. شوفي هكا، شوفوا كيما نشدوه يمدار عندنا هنا مام اللوز. هذاك الكاوكاو راني رحيته انايا، الحشو اللي تبغوا زعما هنايا، ماشي مشروط ديروا حاجه هكا، الحشو على حساب كل واحد شا عنده وعلى حساب الامكانيات والمتوفر في المنزل. هذا شوفوا كيفاه، هذه هي القوام اللي رانا نحوسوا عليه. بهكا دوك نشكلوه حرابيش بالطول تاع 13 سنتيمتر، لانه الطول تاع العجينه غادي نديروه حنايا 14 سنتيمتر، حنا غادي هادو نقصوا منهم 1 سنتيم على الاخر على العجين. هكا بعد ما كملنا لي بودان هذوك تاع الحشو كواسيناهم خدمناهم، نخلوهم بجيه ونفوتوا القطايف تاعنا، نجبدوهم نقرضوهم في النص باش ما يجيناش الخيط طويل بزاف، ونحكموا الدهان هكا الزبده ذايبه، نحطوا شويه هكا وندخلوها فيها، نسيو نشربوها ونحطوها ثاني هي بجيه، ونبداو نشكلو في الحبات تاعنا. العجينه تاعنا بعد ما ارتاحت ندي وحده كويره من هذوك الكويرات ونبدا نحل فيها، ما خصهاش تكون رقيقه رقيقه بزاف كيما تاع البقلاوه، وما خصهاش تكون خشينه، تكون متوسطه هكا، ماشي متوسطه يعني، قلت لكم تجي خشينه شويه على تاع البقلاوه. هذه هي، نزيد نحلها نرش بشويه نشا هكا ونحلها، راني نحل فيها هنا بالطول ومن بعد نقلبها. وهكا بعد ما حليتها رقيقه نجي نقلع الزوائد ونجيب المسطره تاعي ونحسب قد الحبه اللي غادي نديرها. غادي نديرها 14 سنتيم، هنا ندير خط 14 سنتيم ونعاود ندير هكا باش نعرف الحبه تاعي وين تبدا وين تكمل، ونجيب الحشو ونحطه. نقطع هكا شريط قد الحبه على العرض تاع الحبه، قلنا 14 سنتيم ولا 15، المهم ما تعداوش 15 سنتيم باش تجيكم لا كورون مليحه، ما تجيش كبيره بزاف تجي صغيره بزاف. وندو بودا هكا تاع حشو نحطوه هنا، شفتوا احنا صغرنا شويه لو بودا على الاخر، درناه 13 سنتيم هكا. ندي واحد اخر وهكا نبدا نكور في العجين على هذيك الحشو اللي درنا،
وحنا نسقمو في الحشو تاعنا هكا. شوفوا هذه هنا راني روليته مره زوج، نحبس ما نديش اكثر من زوج، ونقطع هنا العجين ونجيبها. شفتوا معايا؟ نعاود الحبه الثانيه هيا لا نجيبوا العجين ها. شوفوا كيفاش، ها هي الدوره، هنا غطيناه وحده اثنين نحبس، ما نزيدش اكثر من زوج باش ما يجيناش معجن الكاتو تاعنا. هاك هذه هي، نخدموه نقلعوا الزوائد ونسيو نسيو دوكا، ندوروا الاخر تاعنا هكا على شكل كوهان، وندمروا الحشو والرول، ندمروه رجعوه، وهنا وحده نبلعوها، هذه نبلعوها وهذه نخلوها مفتوحه. اللي باغيه ما تخافها تتحل ولا دير لها تغلقها ببياض البيض. هنا دوك نعاود نسقم الاخر تاعي، جا شويه مكرفص هكا، ونشكل بهم دائره هكا باش يبان لكم مليح كيفاش راني ندير. جهه هذه غلقتها وهذه خليتها مفتوحه باش ندخل فيها هك هكا ونبلع هك. هذه هي نغلق مليح مليح. قلت لكم اللي تخاف تنحللها دير تبلع ببياض البيض، ونبقى هكا حتى نكمل كاع لي كوغون باش نعاود ننقشهم. وهنا نبداو ننقشو في هذوك الحبات تاعنا، وهنا ننقشو هذوك الاخر. انا استخدمت اللقاط عادي اللي نخدمو به هكا اللي نخدمو هذاك تاع الشعر هذاك، هذا راني مخصصته للحلويات، هذا نخدم به. انا ما صراحه ما عادش نخدم بالاخر، ما على باليش عليه، كل ما نخدم به نتقف كاع الحلويات. المهم هذا نستخدمه، يجيني ساهل براتيك. نبداو اولا نبداو نسدو، شتو وين قفلنا الاخر، نبداو نبلعو هكا، نخدمو باللقاط ونبداو نديرو خطوط. هنا ما يهمش باسكو غادي نحطو القطايف، نبداو من هكا ونرفدو غير بشويه ونخدمو طريق نديرو. وهكا وهكا قلت لكم نبقاو نديرو، على بالي فيكم كاع راكم تعرفوا ديرو. هذا برك المبتدئات، كيما انا مازالني مبتدئه في النقاش ما نكذبش عليكم، ما عادش نخدم به. سي بور سولا اللي مبتدئه كيفي في النقاش ما تعش تخدم به، تحكم اللقاط هذا تاع اللي يخدموا به يقلعوا به حواجبهم، هذا دير به الاخر الحلويات كيما انا ندير، كيما كيجي شكلهم شباب وما يفرقش بزاف على اللقاط هذاك النقاش هكا، حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. دوك نوريلكم كيفاش نحطوا فيهم القطايف بعد ما شمخناهم في الزبده باش يجونا شابين ويجوا مقرمشين وحمرين هكا. نكمل هذه ونوريلكم الاخرى. شوفوا هكا كي نقشنا الحبه نجيبوا القطايف نديروهم على شكل عشوائي هكا، ولا نسيو نكوروهم كيما كنت تشوفوا هكا، راني ندير هكا بيدي هكا، نجيب ونسي شغل ندير لهم هكا هكا ها عندي هكا، ونسي ندخل الاطراف هنا في النص، وهادو بعدهم هكا، هذا هو يبقى بشكل عشوائي كيما هاك، ونحطوه في البلاح حتى نكملوا كاع الكميه. هاي معليش هما اذا حطيتوهم وحده حدا وحده ما فيهم لا خماره لا والو، زعما ماشي اللي تخافوا عليهم ولا هكا. ها مالا هادو اللي درتهم في البلا، دوك نزيد نعمر البلا تاعي وندخلهم للفور على درجه 160، على درجه 160 يصفر وبرك، هذا الكاطو ما يحمرش يصفر برك، ونخرجوهم ونعسلوهم. كي نبدا نعسل فيهم هاني نصور لكم. اذا هذا هو عش البلبل بعد ما ارتاح عندي، خاصه هو هنايا نقطه ضروريه ان خاصه يرتاح من زوج سوايع حتى ربع سوايع، تخلوه يريح باش هذا
التلقاط اللي درناه ما يروحلهش كي ندخلوه للفرن. هذه هي، ويكون القطايف تاعنا تشربوا الزبده مليح. ندخلوه قلت لكم دائما على فرن درجه حراره 160، وكي نطيبوه خصنا يكون صفر، ما خصهش يحمر. هذه هي، من بعد نتلاقوا باش نعسلوه. وها هو حبيباتي حلوه عش البلبل اللي درناها، هيا لا جات هايله، جات طريه ما شاء الله. خلوها تتشرب العسل مليح مليح قبل لا تنبالوها. هاي وينا هذه، رشمناها غير باللقاط اللي قلعوا به هذاك اللقاط، ماشي النقاش. هذه هي، إذن هذه وصفتنا. إذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي لايك وبارتاجوا الوصفة باش توصل لأكبر عدد من المشاهدين، وما تنسونيش بتعليقاتكم اللي راهي تفرحني بزاف بزاف. واللي أول مرة يدخلوا ويشوفوا قناتي، مرحبا بكم في داري، نورتوني. وما تنساوش تشتركوا معايا وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.